النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي إبراهيم سعفان، اللي بحركاته ونبرة صوته المميزة أصبح واحد من أشهر نجوم الكوميديا في أفلام الأبيض والأسود، رغم أنه ما حصلش على دور بطولة أبداً. حصل تعليمات شورية أن أي موظف يقابل زميله الصبح يتف في وشه. الفنان إبراهيم سعفان من مواليد محافظة المنوفية سنة 24، والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكمان درس بكلية الشريعة جامعة الأزهر، وده السبب في حصوله على وظيفة مدرس لغة عربية بوزارة المعارف، وده اللي كان ليه دور كبير في تقوية نطقه للغة العربية، عشان كده لقبوه النقاد بالمحامي الفصيح، وانه افضل من قام بدور المحامي في تاريخ السينما المصرية. كمان الشاعر عبد الرحمن الخميسي طلب منه المساعدة في تعليم السندريلا سعاد حسني القراية والكتابة، خصوصا بعد عدم التحقها بالمدارس النظامية، وبالفعل قدر يعلمها في 6 شهور بس. المهم ابراهيم سعفان قدم العديد من الاعمال المسرحية والسينمائية الناجحة، اشهرها كان فيلم اضواء المدينة، وكمان فيلم سفاح النساء، وطبعا محدش يقدر ينسى دوره الكوميدي في فيلم أنكل زيزو مع الفنان محمد صبحي. ورغم النجاح ده كله، إلا أن الفنان إبراهيم سعفان تعرض للعديد من العقبات طوال حياته، أصعبها كان لما توفى 4 من أبنائه خلال سنة واحدة بس، وده كان بسبب إصابتهم بمرض الجفاف، ولكن بعدها ربنا رزقه بإنجاب 5 أبناء، أصغرهم كان محمد عازف القانون دلوقتي في دار الأوبرا المصرية. وفي يوم 14 سبتمبر سنة 82، خلال تصوير أحد الأعمال الفنية في الإمارات، أصيب الفنان إبراهيم سعفان بأزمة قلبية حادة اتسببت في وفاته عن عمره يناهز 58 سنة، بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات.